ناس كتيرة بتسألني على السؤال اللي موجود في عنوان الفيديو ده، هتعلم برنامج الموفو ولا الافتر افكتس؟ لو انا عايز احرك شخصيات اني برنامج الاحسن في تحريك الشخصيات. فاحنا في الفيديو ده هنقارن بين البرنامجين مع بعض، والمقارنة بتاعتنا هتبقى بناء عن 5 نقط اللي هم الوقت والكواليتي والسهولة والتحكمات والانسب على حسب مجال الشغل بالظبط. فخلينا مع بعض كده من غير كلام كتير نبدأ الفيديو بتاعنا. طيب خلينا من غير كلام كتير نبدا في اول نقطه بتاعتنا اللي هي نقطه الوقت. عايزين نشوف انهي اسرع لو احنا هنعمل رجل الشخصيه، يعني لو احنا عايزين نجهز الشخصيه للتحريك هنشوف انهي برنامج فيهم هيبقى اسرع. وده هنعمله عن طريق تحدي كده هنعمله مع بعض، ان انا اشتغل على نفس الشخصيه على البرنامجين مع بعض وهبدا اشغل ستوب واتش واشوف انهي هياخد وقت اكتر وانهي وقت اقل. فيلا بينا. طيب دلوقتي احنا هنبدا الرج ببرنامج الموهو. الموبايل اهو زي ما انتم شايفينه، اول ما ندوس ستارت هنبدا على طول. كده احنا خلصنا برنامج الموهو. زي ما انتم شايفين كده خد معانا 12 دقيقه، ومع العلم انا مش شغال سريع دلوقتي، انا مش في المود قوي، يعني انا فعلا مش في المود وكان ممكن ياخد معايا وقت اطول من كده. ونفس المود ونفس المستوى بالظبط هشتغل بيه على الافتر افكتس ونشوف هياخد وقت قد ايه. وبكده احنا خلصنا الريج بتاع الافتر افكتس واخد نص الوقت تقريبا 7 دقايق، والتاني كان 12، المو كان 12. ولكن انت في الموهو واخد تحكمات وكواليتي اكتر، وده اللي احنا هنكمله في بقيه الفيديو ونتعرف عليه. زي ما انتم شايفين كده الافتر افكتس ادانا وقت اقل، وده في الغالب كان عكس المتوقع. فاحنا كده هنحسب نقطه الوقت دي للافتر افكتس. طيب نيجي دلوقتي لتاني نقطه وهي نقطه الكواليتي. طبعا الكواليتي اللي بيطلعها برنامج الموهو بتبقى اعلى بكتير من بتاعه الافتر افكتس، لان اصلا برنامج الموهو متخصص اكتر في الحته بتاعه الكاركتر انيميشن، فالكواليتي اللي بتطلع بتبقى احترافيه اكتر ككاركتر انيميشن، فتلاقي دايما الكواليتي النهائيه اللي طالعه من برنامج الموهو اعلى بكتير من برنامج زي الافتر افكتس. فبالتالي هنحسب بوينت لبرنامج الموهو من حيث الكواليتي. وده ينقلنا لتالت نقطة معانا وهي نقطة التحكمات. طبعا نقطة التحكمات دي مرتبطة جدا بنقطة الكواليتي. التحكمات في البرنامج زي الموهو اعلى بكتير من برنامج الافتر افكتس، لان برنامج الموهو بيشتغل بنظام الفيكتور، فانت عندك بوينتس بتقدر تتحكم فيها وتقدر تعمل ريج لاي حاجه جوه البرنامج. وكمان موضوع انك تلف راس الكاركتر وتعمل لها ريج بالسمارت بون والحاجات دي اسهل بكتير من الافتر افكتس. الافتر افكتس معقد اكتر في الحاجات دي، ونظام اللايرز اللي فيه معقد وشكله يخض ويخوف، فالموضوع تقيل في الافتر افكتس، فالموهو بيديك تحكمات احسن واكتر. فتالت نقطه اللي هي نقطه التحكمات دي تحتسب لبرنامج الموهو. ونيجي دلوقتي للنقطة الرابعة بنقطة السهولة. طيب أنهي برنامج أسهل من الاتنين دول؟ هو طبعا برنامج الموهو. لو هنتكلم على الكاركتر أنيميشن فاحنا قلنا إن برنامج الموهو أسهل بكتير من الأفتر افكتس. كفاية طبعا شكل برنامج الموهو بسيط جدا وسهل وخفيف كده تقدر تتعلمه بسهولة، على عكس خالص الأفتر افكت معقد بغباء. وكمان في برنامج الموهو الريج بتاع الشخصيات بيبقى بيلت ان جوه البرنامج، وفي ادوات اصلا برنامج موفره لتحريك الشخصيات والريج والحاجات دي كلها، انما برنامج زي الافتر افكتس انت محتاج تنزل بلوجين جوه الافتر افكتس عشان خاطر تعرف تحرك شخصيات. وطبعا البلوجنز دي في منها كتير جدا زي الدويك باس اللي انا بستخدمه بشكل شخصي، والرابر هوز والكاركتر تول، وطبعا في حاجات تانية كتير موجوده تقدر تنزلها جوه الافتر افكتس. فكده هنحسب نقطه السهوله دي لبرنامج الموهو. وننتقل دلوقتي للنقطه الخامسه والاخيره، واللي هي هتجاوب على سؤال يعني الافتر افكتس للدرجه اللي هو سيء، يعني امال احنا هنستخدمه ليه في تحريك الشخصيات، او ايه وظيفته في تحريك الشخصيات؟ خليني اقول لك ان برنامج الافتر افكتس مش سيء ولا حاجه، بالعكس انا بستخدمه اكتر من الموهو بكتير، لان هو انسب جدا في شغل زي شغل الموشن جرافيكس. لو انت بتعمل شغل موشن جرافيكس اعلان لمنتج او سيرفيس او اي حاجه، وانت عايز تدخل كاركتر جوه الفيديو بتاعك، لكن الفيديو بتاعك اصلا مش معتمد على الكاركتر انيميشن، لا انت مدخل كاركتر جوه فيديو، فانت عايز تعمل فيه حركات بسيطه جدا زي تخليه يرفع ايده ويغمض عينه ويغمز، يعمل حركات بسيطه جدا كده، فانت مش محتاج الريج الكامل ولا محتاج تروح تتعلم برنامج تاني زي الموهو وتودي الشخصيه عليه وبعد كده ترجعها تاني هنا،
فدي لفه كبيره جدا. انت بس محتاج بلجن صغير جدا جوه الافتر افكتس تطبه ويقضي معاك بالغرض في الفيديو بتاعك. انما لو انت عايز تتخصص في الكاركتر انيميشن وتعمل كرتون وليبسنج بقى وحركات بروفيشنال اكتر، فانت هتتعلم برنامج الموهو. فكده بالنسبه لنقطه الانسب من حيث الشغل، دي مش هنحسبها لاي برنامج من البرنامجين، ولكن زي ما قلنا لو انت عايز تشتغل موشن جرافيكس فهتستخدم الافتر افكتس، ولو عايز تشتغل كاركتر انيميشن وتخصص في الشغل الكرتون اكتر فاستخدم الموهو 100%. نقطة أخيرة بس نسيت أصورها في الفيديو فهقولها كده فويس أوفر، برنامج الموهو خفيف جدا على الجهاز وأخف بكتير من الأفتر إفكتس. الأفتر إفكتس محتاج جهاز قوي جدا عشان تعرف تشغله كويس ومرتاح، على عكس خالص برنامج الموهو مش محتاج إمكانيات عالية قوي. فدي كانت نقطة مهمة أنا حابب أقولها بس عشان لو حد عنده جهاز ضعيف وعايز يبدأ في الأنيميشن يبدأ ببرنامج الموهو. فالخلاصه كده وسريعا اللي احنا هنجاوب فيها على سؤال الحلقه، اصلا تستخدم برنامج الافتر افكتس لو انت بتعمل فيديوهات موشن جرافيكس وعايز تحرك شخصيات بشكل بسيط جدا جوه البرنامج مع الفيديو بتاعك، وتستخدم برنامج الموهو لو انت ناوي تحترف في تحريك الشخصيات وتحرك الشخصيات بشكل بروفيشنال اكتر وتعمل لها ليبسنج بقى ورياكت كامل بقى وكل الحاجات دي. فبس كده اتمنى اكون جاوبت على السؤال بتاعك وعرفتكم تتعلم برنامج الموهو ولا الافتر افكتس، علشان السؤال ده جالي كتير جدا منكم في الرسائل. وبس كده، وبكده فيديو النهارده خلص. لو الفيديو عجبك واستفدت منه فعلا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشارك الفيديو لاصحابك لو شايف ان هو هيفيدهم، وتروح تعمل لي فولو على انستجرام هتلاقيه موجود هنا اهو. بنزل هناك على فكره تريكات مهمه جدا، فيديوهات في الريلز كده، الفيديوهات دي تريكات يعني حاجات مثلا مش ينفع تشرح في فيديوهات طويله فبشرحها في الشورتس كده، هتعجبك وهتفيدك جدا، فهتستفاد صدقني، هتلاقيه تحت في اول سطر في وصف الفيديو وكمان في اول كومنت. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.